فضيلة الشيخ، إذا صليت أنا مع مجموعة صبيان فهل أتقدمهم أو أجعلهم عن يميني؟ إذا كان الذي معك صبيان لم يبلغوا فاجعلهم من ورائك، لأنهم صف اثنان فأكثر صف، اجعلهم وراءك إلا إذا خشيت أن يلعبوا فاجعلهم عن يمينك وعن يسارك. وفي قولك أو أجعلهم عن يميني ما يشعر بأنك ترى أن المأمومين إذا لم يكن لهم صف من الخلف يكونون عن يمين الإمام، وهذا غلط. السنة أن يكون عن يمينه ويساره، لأن المسلمين في أول الأمر كان الثلاثة يكون أحدهم عن يمين الإمام والثاني عن يساره والإمام وسطه، ثم نسخ هذا بأن يكون الإمام مع الاثنين قدامه، فهمت؟ وأما تفضيل اليمين على اليسار مطلقا فهو فهم خاطئ غير صواب، لأنه لو كان الأيمن من الصف هو الأفضل مطلقا لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم الأيمن فالأيمن، كما قال في الصف الأول أتم الأول فالأول. وعلى هذا فنقول إذا تساوى يسار الإمام ويمين الإمام فالأيمن أفضل، أما إذا كان بينهما فرق فالأيسر الداني من الإمام أفضل. ثم أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال وسط الإمام، ثم إنه ليس من المنظر الذي ينم عن العدل أن يكون الناس كلهم على يمين الإمام والإمام آخر واحد من يسار المأمومين، هذا ليس بعدل. الخلاصة أن كثير من الناس اليوم ولا سيما الذين يريدون الخير تجد يصف في أبعد ما يكون من اليمين ويترك اليسار القريب، الحمد لله. وهذا فهم خاطئ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أكمل الأيمن فالأيمن، وهذا أمر معروف. الدليل الثاني أنهم لما كان الثلاثة يكونون صفا واحدا صار الإمام وسطا، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان المأمومان عن يمينه. نعم.